بعد اتفاق اتحاد السائقين العموميين والحكومة ليلة الأربعاء الماضي في منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على تشكيل لجنة متابعة يرأسها ميقاتي وتضم كل من وزراء الداخلية والأشغال العامة والمالية وتهدف إلى إيجاد الحلول اللازمة بغية تنفيذ مطالب الإضراب الذي كان مقررا يوم الخميس الماضي، عقدت اللجنة الوزارية أولى اجتماعاتها وتقرر البدء بدفع المستحقات المالية للسائقين. رئيس اتحاد النقل البري عبد الأمير نجدي أكد العودة إلى ميقاتي عندما تسوء الأمور. ما بنا بقى رديات للسائقين العموميين، بنا سقف لكل المواطنين أن تكون صفيحة البنزين 25 ألف ليرة لكافة المواطنين والمزود ب 20 ألف ليرة لكافة المواطنين حتى نتخلص من هالأصوات الشاذة اللي قالوا إنه السائقين باعونا وأخذوا مطلب إلن هني لوحده. صار في نقاش بيننا وبين وزير الداخلية حول السيارات المزورة والسيارات الخصوصية اللي عم بتزحمنا على قمة العيش، واتفقنا على عقد اجتماع مع وزير الداخلية بحضور وزير الأشغال العامة والنقل للبدء بهذه المواضيع. الاجتماع كان إيجابيا، قال وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، مؤكدا أن همومة ومطالب السائقين طرحت بكثير من الانفتاح. النقاش كان مركزا على ضرورة الوصول إلى صيغة لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار البنزين بشكل يستفيد منه جميع اللبنانيين. اليوم بعد الظهر سيبدأ النقاش حول خطة النقل العام، خطة بسيطة سهلة، ولكن أقول للجميع ليست كتابا منزلا من وزارة الأشغال، هي للنقاش. هذا وأكد العريضي أن السائقين ليسوا قطاع طرق بل فقراء ينقلون فقراء.